نذهب سريعا إلى الموضوع الأخير من صحيفة الانتباه، لجنة برئاسة فرانسيس دينغ ومهدي بابول حل قضية أبيه. في تفاصيل الخبر، كشفت قيادات بارزة من قبائل الميسيرية ودينكانغوك عن تشكيل لجنة مشتركة بقيادة فرانسيس دينغ والفريق مهدي بابو نمر لحل قضية أبيه عبر الحوار المجتمعي. وأعلن محمد عمر الأنصاري القيادي بالميسيرية في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن عقد عدة لقاءات مع القيادات والمثقفين والمجتمع المحلي بالمنطقة من أجل إنجاح المبادرة التي قدمها فرانسيس. من جانبه، رحب كوال مليك شول القيادي بدينكانغوك بالحوار المجتمعي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه تم تقديم المبادرة لرئاسة حكومة جنوب السودان. طيب، مبادرة جديدة لطي قضية أبيه، فإلى أي مدى يبدو المناخ مواتيا لنجاح هذه المبادرة سيد محمد، يعني خاصة أنها تصدر من قيادي بارز بالمنطقة؟ نعم، هو قيادي بارز في المنطقة وشخص لديه اسم في المجتمع الدولي، يعني شخص لديه قبول في المجتمع الدولي. من المهم الإشارة لأنه التغارب الكبير بين الخرطوم وجوبا يمثل أرضية إيجابية للحوار والتفاكر حول مسألة أبيه، خاصة المنطقة لديها رئيس رصيد من التعايش السلمي، ولكن بسبب تعقد الأوضاع والصراع بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني أدت إلى تفاقم الأوضاع، لا سيما أنه هناك العديد من النافذين في الحركة الشعبية ترجع وصولهم إلى منطقة أبيه. من المهم جدا الإشارة إلى أنه مثل هذه الحوارات من الممكن أن تنزع اللي هو حالة الاحتقان الموجودة، لأنه أبيه دائما توصل بأنها هي أشبه برميل من يعني برميل من البارود اللي يمكن أن يفجر المنطقة في ذات الوقت. يمكن الإشارة لأنه التسوية أو إيجاد حل عاجل ومستدام لمسألة أبيه يمكن أن يعزز الاستقرار على طول الحدود بين السودان والسودان. نعم، نقطة مهمة أخرى، يعني يرى عدد من أبناء أبيه أن الحركة الشعبية لعبت دورا في تأجيج هذه الأزمة. الآن يعني هل ستتلاشى برأيك خصوصا بعد تقارب الخرطوم وجوبا؟ طيب، يمكن أن نقول أن منطقة أبيه تمثل ترمومتر حقيقي لقياس العلاقة بين الخرطوم وجوبا. حين تتصاعد حالة الاحتقان بين البلدين تظهر الأزمة في شكل الخلافات في منطقة أبيه. حينما تحدث تعود العلاقات لطبيعتها أو تتحسن العلاقات، نجد أن هناك الاستقرار، تعزيز الاستقرار يظهر في منطقة أبيه. لذلك يمكن أن نقول أن أبيه هي تمثل ترمومتر حقيقي لقياس التفاعلات بين البلدين اللي هم كانوا في يوم من الأيام بلد واحد. لذلك يمكن أن نقول أن المناخ الحالي مناخ السلام، خاصة إذا تعزز سلام دائم ومستدام في جنوب السودان، يمكن أن يؤدي إلى تسوية أيضا لمسألة أبيه، اللي هي ممكن تكون يعني نقطة في تعزيز أو يعني نقطة مفصلية في تعزيز العلاقات بين البلدين، وجعلها يعني بشكل يمكن يحدث فيه تكامل بين البلدين بشكل واحد من السياق التي يمكن أن يتم التفاهم حول الأحرار. سريعا، حديث أو تدخل فرانسيس هل يمكن أن يؤثر في استفتاء أبيه؟ بالتأكيد، فرانسيس دينغ شخص لديه قبول على المستوى، يعني شخص زي ما بيقولوا ود قبيلة، يعني من قيادات القبيلة في منطقة دينكانغوك. أضف إلى ذلك لديه تأثير على المجتمع الدولي الذي ينظر إليه بكثير من الاحترام. أضف إلى ذلك أنه يعني فرانسيس دينغ شخص لديه الكثير من الإسهامات الفكرية ليس على مستوى بيئة حتى على مستوى السودان. مثل هذه الأجواء والروح الإيجابية التي ظهرت في خلال تصريحاته المتفائلة، خلال تصريحاته ولغاته في الخرطوم، يمكن أن تكون مؤشر إيجابي لحدوث تسوية لمسألة أبيه. هل يمكن أن تكون أبيه منطقة تكامل بين الشمال والجنوب؟ بالتأكيد يمكن أن تكون منطقة تكامل بين الشمال والجنوب، وفي ذات الوقت ممكن أن تكون خميرة عكننة أو برميل بارود لتفجر الأوضاع بين البلدين. نعم.